نحب الشيخ سعد. أرحب. هلا مرحبا. ناخذ المتسابق الثاني. سعد الكلثم. لا اله الا الله الوجه. المتسابق الثاني. المشكلة اني واقف اول واحد يسأل. الشيخ احمد من البحرين، يا هلا والله باهل البحرين. الله يسلمك. المتسابق الثالث معنا في هذه الجولة. الجولة الرابعة. ستوب. الشيخ حمد اللاحم من الكويت. ابو خالد اجتماع دول مجلس التعاون الحين. باقي تكه ونصير في بطوله الخليج هنا. السعوديه البحرين الكويت. يا هلا ويا مسهلا ومرحبا فيكم الف. ستوب. الشيخ عبد المجيد البندر. يصير الحركه هذه؟ يصير. وش ان شاء الله اني لا كذا غلط اخوان. لا مو من الحين. شوف عشان تعرف قوة التأثير كيف يأثر عليه وكيف. اللهم صل على ناطقك. يا هلا ويا مسهلا فيكم. يا هلا مرحبا. يا هلا والله. اهلا وسهلا. شرفتونا. الله يشرف ايامك. نورتونا. الله يطول عمرك. دائما بنتمنى لكم التوفيق. سعد الكلثم. ايش موهبك؟ اللي تبي طال عمرك. لا عطنا جد والله. تبيني في الانشاد، تبيني في التمثيل، تبيني في كل شيء. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. على الله البحرين. الله يسلمك. الله يسعدك. الله يبارك فيك. شرفتونا. الله يشرفك. اول مره ظهر متسابق جمع البحرين صح؟ الظاهر كذا في البدايه. إيه؟ اول شخص يمثل البحرين. ما شاء الله. تقولي مش دنت؟ اي نعم. تعطينا حاجه كذا؟ امرني بس ايش تبين؟ عطنا مما راق لك. امانه ما حباب اللي جفونا في الضنين منهم حباب اللي جفوني في الضنين منهم ما شاء الله. لا وضعكم طيب. وضعكم طيب ما شاء الله تبارك الله. لكن مهرجان مدينة السنة من جد؟ لا أنا قارئ للقرآن الكريم. قارئ؟ ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. ناخذ جزء بسيط. تكرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله. فلا تذكرون. ما شاء الله تستلم البحرين اللي جابتك. الله يبارك فيك. ما شاء الله. امين يا رب. الله يجزاك خير. يا هلا والله. ارحب. شفت لك سنابه مع محمد ودير بالكم عليه ودارفيجنا محمد غالي وانت غالي من غلات محمد. يا هلا والله فيك. الله يجزاك خير. طال عمرك. مسوي لنا اليوم مجبوس دي اي. خصم ولا بدون؟ ولا حد تسمى ولا شرك كلهم. مجبوس دي اي. يا هلا والله. شرفتنا. ايش مواهبك؟ طال عمرك انا مخرج ولكن جاي هني امثل العمل الخيري. الله ما شاء الله. يستاهل العمل الخيري. تحيه شباب. عبد المجيد البندر ايش مواهبك؟ لا بتقديم برامج ومهرجانات. اوه اجل جاي تنافسنا. ان شاء الله. كفو تستاهل. ان شاء الله. نطلع مع سعد الكلثم. راحت الان القيم لل طلع. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. اين تقع شلالات الملاك؟ والله نبغى تقول خيارات. لا اله الا الله. ملاك. اين تقع شلالات الملاك؟ لا اله الا الله. شلالات يا شباب. لا هنا شلالات. فيني بس لانك ما طيب فيني ترازع. لا اخذ على خاطري. انا ما ودي اغامر وتخصم مني ال200 اللي جتني. 60 ثانية. الله يسعد اللي اعطاني اياها. طيب
إذا كنت شاك عندك خيارات والله ما حبيت حول. أين تقع شلالات الملاك؟ تبي الصدق؟ ها؟ عندك كشف حروف شلالات الملاك ما قد إذا مرت عليك ترى فيه كشف حروف أربع الله يطلع لك حرف فينا ولا لا جاي حرف بعرفها يعني ولا خيارات أنا ما أعرفها خلقة بطلع لي حرف بعرفها ولا حولها لأخوي دولة ولا مدينة هي؟ إذا تشاك ترى يشوف إذا تشاك أيوه؟ ترى حرف ينقص قيمة يعني يمكن يكون 20 50 واجد 20 يمكن يكون صفر يمكن يوصل 100 والله أنت وحظك يمكن يعني. يوصل 100 الحين تقول حرف واحد حول 30 ثانية تحول هنا ناظر هنا عندي يعني. عندك أو معلش ناظر هنا بس تحول ولا تختار والله شوف ولا طلع لك أنا ودي 20 ثانية أحولها تحول على الشباب تحولت لأصحابك والمتسابقين الموجودين معنا ثلاث في أحد يبيه في احد يعرف الاجابه؟ سعد ما بحرين؟ لا دام ان حمد ما عرفها ما حد يعرفها ما شاء الله تبارك الله سفريات دام حمد ما عرفها ما حد يعرفها تشمري تروح اذا الجمهور يدعمون متسابقهم يمكن تجيني او السادس اليوم يمكن تجيني صح؟ ممكن ترجع لك الله 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 ممكن ترجع لك مره ثانيه اقول اسمي عشان يذكرون مهتم بالسفريات زي محمد الشمري الحمد لله ما شاء الله تبارك الله سافرت كثير؟ الحمد لله صار لي 4 سنين ما شاء الله تبارك الله أين تقع شلالات الملاك بالنسبة لجمهورنا وحبايبنا نقول هل هي في زامبيا ولا في كندا ولا في فنزويلا ليش تعطيهم خيارات لنا الجمهور يعني الجمهور إيه ميانة خلاص وإنا طيب إن لا 3 أيام هنا جمهور 24 ساعة يتابعك يا رجال وإنا 24 ساعة نمشي عشان يشوفوننا أنت لهم وهم يشوفونا يا جعلني فداهم والله الله يسلمك نيابة عنهم نيابة عنهم بيك الله شو اسمه بعد لك ايش اقول لك الجواب لك والله لو انها ليله انا اين تقع شلالات الملاك هل هي في زامبيا ولا في كندا ولا في فنزويلا وقد ما نقدر نهدى صالح القحطاني قد ما نقدر حبايبنا ولا يهون خوينا لا اله الا الله وصلت الاجابه يلا الاجابه الصحيحه هي في فنزويلا يا صعبة من الأخ خالد وراحة المتسابق راحة المتسابق فيصل بن قربة سلم علي مبروك يا فيصل طيب نروح لصاحبنا أحمد من البحرين الآن تروح القيمة للجمهور ويشوفون القوة الثانية طبعا بما انك ما جاوبت ما في قوه ثانيه شكله يبدو ان اليوم بنروح القوه الثانيه اغلبها بتكون بالقرعه بين بعضنا تصير بعدين لا انت الان ممكن لو جاوبت اليوم صح بتكون يعني اسمع اللي ما اختار اللي ما جاهم نصيب لا بتجي اليوم قرعه قرعه نهايه المسابقه هذه لانه لازم عشان الخصومات قصدي عشان الخصومات انت والله يهديك عشان الزياده هي حالاتك تعال ازيد رصيدك يلا السؤال يقول ما هي الصوره التي نزلت في يهود بني النضير النظير بني النظير سورة بالضاد إذا جاءك المنافقون والله نبغى تعطيك الخيارات أنا ما أدري شين أنا ما أدري شين مع المطر اختلف 70 ثانية نزلت في يهود بني النظير يهود بني النظير لحظة بإمكانك الآن تحول just give me one minute يعني بس تفكير thinking أنا أعطيك بس الخيارات I will keep you some few second عشان يتكلمون انجليزي ودي 40 ثانية احمد شباب كويت معنا يا احمد خلني افكر انطر سعد حق وقته 30 ثانية يا احمد خيارات او تحويل او كشف حرف 20 ثانية يا احمد خيارات تحويل المتسابقين او كشف حروف والكره في ملعبك 10 ثواني 15 ثانية عفوا كشف حروف اختار كشف اختار اي رقم عشان الوقت اختار اي رقم سريع ما تشوف ثلاثة رقم رقم ثلاثة صفر حلو يعني ما عليه شيء راح الوقت يخصم عليك الان لا من حقي هذه في اثناء اي بس انت راح الوقت عليك وانت ما اخترت الحجرات ولا حولت واجابتك خاطئه واخترت لا 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 كم قيمه الخصم؟ هاي في اثنائها المفروض توقف لا الوقت لا ما اوقف يعني اعطيك خيار
مع بعض جماعة مع بعض أنا ما أعطيك 90 ثانية. 90 ثانية هدفها إنك تأخذ وقتك. إذا الجواب شنو الجواب؟ سالب 200 معلش. الجواب شنو؟ صورة الحجر اللي جابة كانت هي صورة الحجر هاردلك ومعوض يا أحمد. أخوات اسمع اسمع نسمع شوي. عندك 90 ثانية. 90 ثانية هذه وقتك. في حال انك حولت او اخترت خيارات او اخترت ارقام راح الوقت انت راح تاخذ سالب 200 من يوم تختار من يوم تختار اي خيار امور طيبه امور طيبه اسمع شباب نسمع امور طيبه اسمع اخوان من يوم تختار اي خيار انت مجبور انك تجاوب مجبور انك تجاوب روح لاخوينا صاحبنا اللحم هلا طلع تطلع الان الجمهور القيم صارت عندهم الله يستر السؤال يقول صدقني هسه سؤال بيجي السؤال يطلع بس للجمهور جدا سهل ما شاء الله جدا سهل لان تعرف الجواب لا لا جدا سهل السؤال يقول يطلق على من ادرك الجاهليه والعهد النبوي ولم ير النبي ماذا يطلق على من ادرك الجاهليه والعهد النبوي ولم ير النبي تابعي عندك خيارات عشان وقتك وعندك تحويل وعندك احرف من ادرك الجاهليه والعهد النبوي ولم يرى ولم يرى النبي حمد 200 ولا سهل عندك خيارات اكشف لك لو شاك او حروف او تحول اصحابك الجاهليه جاهليه والعهد النبوي ولم يرى النبي ممكن خيارات خيارات تصير 50% يلا ناخذ الخيارات اختار الخيارات حبيبنا حمد اللاحم من الكويت الخيارات تقول هل هو صحابي أم مخضرم أم قس مخضرم مخضرم والإجابة صحيح لله درك ما إجابة صحيحة الخيارات الخيارات في حال إن كنت شاك تضمن لك أكثر حصول صح. على الدرجات المغامرة ممكن تصير سالب 200 والله يبعد عنا عينكم كل شر قدامك تجربة إذا بدأ خيارات يقصم منه جدا طيبة اختار القوة الثانية يلا توكل على الله اعطونا ارقام اختار رقم واحد والواحد الله اختار رقم واحد والواحد الله واحد يا كويتي واحد نشوف سعد الدوسري سعد الدوسري يا وعد خيي سعد الدوسري خوي ذا معلم منكم انا حمد اللاحم الدويتو الى يوم المسابقة الثانية الجاية شباب شاركوا اطلع اطلع بسيط شباب صبا كويتية واحدة 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 مبادرها جدا طيبة الحمد لله الجدة الحياة سعيدة بتكون بينكم الدوتو أتمنى أني أرى ذلك المبروك الله يبارك فيك تستاهل 200 تستاهل أبو خالد تستاهل 200 تستاهل 200 جميل أنك ما تغامر ناس تتابعك وناس تدعم كمان أنت حلو ترى في أول مسابقة أنك تحصل على 200 وأنا عجبني صراحة أنك ما غامرت بسرعة وفي شك هذا حلو ترى لأن الخيارات بعد ترى يعني مخضرم ممكن تمر عليك لكن لما ترجع لك خيارات تأكد 100% تأكد صح أحلى مدينة زرتها الله يجزاك خير أحلى مدينة أنا؟ إيه أحلى وتنصح مدينة وتنصح بزيارتها أنا في شغلتين سياحية ولا تاريخية يعني الناس تحب السياحة أكثر سياحة أنا أحب التاريخ حلو مدينة أورفا في تركيا مدينة أورفا أورفا في تركيا حلو تعتبر ثالث مكان مقدس في الأرض ما شاء الله ليش؟ المكان الأول شنو؟ مكة والمدينة مكة والمدينة المكان الثالث القدس قدس المكان الثالث أورفا لأنه ولد فيها سيدنا إبراهيم عليه السلام الله وهناك موجود النهر اللي الله أمر أنه يكون برد وسلاما على سيدنا إبراهيم الله وهو المنطقة اللي ولد فيها أرطقرل اللي كل الناس قاعد تتابعه حلو يلا اسمع يا صاحبنا مسفر مدمن المسلسل هذا يا رجل فيها قبيلة أكاي اللي مصيبة واحد من أصحابنا يا رجل حياته صارت أرطقرل والجميل اللي فيها أن تبارك الرحمن هم فيها نسبة 5% من اللاجئين السوريين في هذه المدينة ما شاء الله جميل الله السفر جميل ها يزود المعلومات ويثري وراحة وريلاكس صح صدق الله يعطيك العافية الله عافية. في مدينة تتمنى تزورها ما زرتها باقي؟ في مدينة ما زرتها تتمنى تزورها؟ والله كان في بلد ودي أزوره وكنسلته كذا يعني ولا؟ لا خلاص كرهته في شيء ودك تروح للحين؟ لو قلت لك راح مكان الآن والله اخاف الشباب راح يقولون قاعد تتفلسف او شيء صراحه الحين بخاطري ودي اخذ لي يومين العمره وارجع
حقك العمرة يومين وقت اي والله الله يبلغك اياها يا رب اللهم يبلغ المسلمين جميعا حبيب قلبي قبل كل شيء عطني اقل من نص ساعة نص ساعة؟ لا نص دقيقة نص دقيقة حبيب قلبي منصور منصور حبيبي اطنخ واحتزم باذن الله اني ما بخيب ظنك كفو كفو شكرا شكرا ننتظر القيمة تطلع لل اكيد الجمهور ويعرفون القيم ويعرفون القوة الثانية وايش ثقافاتك يا عبد المجيد؟ ثقافتك الاشياء اللي طلعت عليها رياضة رياضة؟ اي شوي كرة القدم اكثر يعني؟ اي لك في التشجيع والتعصب ولا لا التعصب مالي لكن اشجع الاندية السعودية كلها 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 حلو حلو ولك في الرياضات الثانية؟ يعني بعض الاسئلة تجي ترى كم وزن وكم عدد؟ اي تبي الرياضة هذه نشوف السؤال ايه؟ نشوف السؤال يلا. ما اللغة الرسمية في البرازيل على طاري كرة القدم ملوك كرة القدم اللغة البرازيلية في البرازيل وجهك عندي يا حمد ووجهك عندي قد ما تقدر يا عبد المجيد الوقت قاعد يروح عطني حد في جابتين حد في جابتين ما في في خيارات هي خيارات خيارات بس ترى ما اشوف لو صارت تقول قيمة السؤال 200 قرب قرب ما يشوف يقدر يقرب معلش يا حمد بس ستوب هنا ما اشوف شكرا ما تاخذك هل هي الاسبانية مكتوب برازيلية او البرازيلية او البرتغالية برتغيز اسبانية برازيلية برتغالية ما في بنج لا ما طلت كذا برازيلية ولا اسبانية ولا برتغالية واضح اختر ارجع مكانك اختر بس ايش ظنك غش انا حمد يطردني سامي الجعون والله مطرد طيب ناصر الحربي عنده سلك مسجل صغير يلا الوقت قاعد يمشي 30 ثانية برازيلية اسبانية برازيلية ولا برتغالية ما جابت جابت والله جاوبت انت قلت برازيلية صح لا خلنا نجح دقيقة قلت برازيلية خلاص لا مو على كيف ثبت خلاص اجابة صح ولا خطأ اجابة اجابة خاطئة معروف يعني هذا ترى معلومات حق الكورة خصوصا ترى وش وش ايش الاجابة الاجابة كانت المكسيك ما في مكسيك طبعا اجابة هي برتغالية قالوا المكسيك بغيت اختار المكسيك ما في يلا يلا شباب يعطيكم الف عافية